dog brain! هل أساعدك؟ كيف عرفت بوجودي؟ فقد عطلت جهاز الإنذار. ربما، لكن الكثيرين يقظون في هذا المكان. إذن أتريد اللعب بالسلاغز؟ ها؟ سمعت صوتك. ما الذي أحدث؟ حسناً، لم أتوقع هذا. يا رفاق، ماذا عن عدم إطلاق هوبروكس في المنزل؟ غلطتي. استعمل جليش، ستحدث فوضى لكنها لن تدمر المكان. هل ساعدتيني؟ قد نحل هذه المشكلة لو أخبرتينا بما تريدينه. أريد ما هو ملك لي. قليل من الصابون سينظف الفوضى. لا مكان للهرب، فأخبرينا لماذا أرسلك بلاك قبل أن نطلق النار عليك. بلاك، أنا لا أعمل مع ذلك المغفل، أعمل وحدي. لن تخفوه إلى الأبد. مهلاً، نخفي ماذا؟ من أنت؟ أريد نصيبي من الكنز. ماذا؟ كنز؟ وأعدكم أنني سأحصل عليه. هل يعرف أحد من هذه؟ مؤكد إحدى أتباع بلاك. لا أدري، لا سبب لتكذب بشأن هذا، كما أنها لم تستخدم الغيلان. لكن ما الكنز الذي تتحدث عنه؟ كانت تسعى للحصول على كنز شين الأسطوري. لو كان أسطورياً فلماذا لم أسمع به من قبل؟ ليست أول مرة التي يخفي فيها والدك سراً عنك. فكر، قد تكون هناك ثروة هائلة مخبأة، ستصبح ثرياً. ثرياً؟ ثرياً؟ لا أدري، تحدث أبي عن أموال مخبأة في سلاك تيرا قد أحتاج إليها يوماً. لكن لو كان الأمر يتعلق بثروة لا أخبرني. قد تكون مخبأة هنا أمام أعيننا. المزيد من الأسرار. حسناً، لكن لا أعرف كيف أو حتى من أين. دعني أتولى أمره. لم أرى واحداً كهذا منذ مدة،
إنه مطلي ميس مولتن، والطريقة الوحيدة لفتح هذا هي استعمال ستاج الصهر. ولكننا لا نملك واحدة منها. حسناً، إذن لنجد واحدة. في هذه الحالة علينا الذهاب إلى أعمق المناطق المنصهرة. هذا خطير جداً، المكان عبارة عن حمم بركانية. ولا تنسى غيلان البراكين. إنها غيلان لا ترحم، تستطيع عصر رأسي لتستخلص دماغي. عندها أكون في حكم الأموات. وأنا أحب هذه الأماكن، هيا بنا يا أصدقاء. إذن إيلاي، أليس سخيفاً أن والدك توقع منك إيجاد الصندوق دون تعليمات؟ ولم يخبرك بطريقة لفتحه حتى لو وجدته؟ لطالما أحب أبي أن أعتمد على نفسي. أليس لديك مانع؟ لا فرق إن كنت أمانع أم لا، هكذا هو الأمر. بانتو، إلي بفلاتيورو لينكس. هذا جميل. كيف سنعبر بركة من الحمم البركانية؟ لا تخافوا، فبرونتو المذهل سيجفف هذه البحيرة الآن. لا مشكلة، مؤكد الآن. برونتو، كيف؟ هذا سر عبقريتي. نعم، إن مستوى الحمم المنصهرة يرتفع كل ساعة، لذا فلو أردنا القيام بهذه المهمة الجنونية السخيفة لنحصل على الكنز الرائع علينا التحرك فوراً، فقد بدأ الوقت بالنفاد، علينا أن نستغل كل دقيقة. ما الأمر إيلاي؟ كأنني رأيت... لا شيء، لا أكف عن التفكير في تلك اللصة وكيف عرفت بأمر الصندوق. أياً كانت، لا يمكنها أن تكون غبية بما فيه الكفاية للحضور إلى هنا. نحن الأغبياء فقط. من أجل النجاة من الحمم البركانية تحركوا ببطء وثبات. لكن ألم تقل إن علينا الإسراع؟ علينا أن لا نصدر ضجة أيضاً، فلا نريد إيقاظ أي غول. المغفلون فقط يخافون من هذه الأشياء. أسرعوا! كنا نصل! هيا! ضربة موفقة. كيف سنغادر الآن؟ سيكون علينا عبور هذا الجسر عندما يحين الوقت. علينا أن نسرع قبل ارتفاع منسوب الحمم. تذكروا، ببطء وثبات.
نجد، وكأنه توقع منك الخروج في هذه المهمة. احذروا الحمم! أتعتقد هذا؟ وهل بقي مكان للاعتقاد؟ سننجو بشرط واحد، فلو سرنا جميعاً ببطء وثبات. أجل، فهمنا هذا. انطلقوا بسرعة! انظروا، لقد وصلنا. نعم، وصلنا إلى الحجرة الأسطورية. لنجد سلاك بسرعة ونغادر المكان. أو بوسعكم إعطاء الصندوق، بما أنني أمتلك المفتاح الوحيد. لما هذه السلاك الوحيدة في هذا الكهف؟ الوحيدة التي ستجدونها، فقد أطلقت فروست كرولر سلاك وأخفت البقية. قدموا الرسحات قبل عودتها. لكن سيرتفع منسوب الحمم البركانية، فهل سأخذ نصيبي من هذا الكنز أم أننا سنموت جميعاً؟ إنها شجاعة، أعترف. لا أعرف من تكونين ولماذا تعتقدين أن لك نصيباً فيما في الصندوق. اسمي دانا بور، ولو لم يذكرك هذا بشيء قد تذكرك هذه الصورة. هل تعرف هذا الرجل الذي مع أبيك؟ أجل، إنه توم بور. أهو والدك؟ تحدث عنه أبي كثيراً، كان صديقين مقربين قبل أن يخون أبي. ماذا، خان ويلشين؟ من الواضح أن والدك لم يخبرك بالقصة الكاملة. فجاني هذا. آسف صديقي. من عادة أبي نسيان ذكر بعض التفاصيل. لكن أبي لم ينسى ذكر شيء. كان يعمل جاسوساً لدى شين، وكان الأفضل فيما يتعلق بالحصول على المعلومات. كل هذه المعلومات القيمة حصل عليها ويلشين، وقد ساعده هذا في التفوق على الأشرار. لقد شكل فريقاً رائعاً. لكن عرف والدي بأنه ثمة خطب ما في ويلشين. كان يختفي الأيام ولا يخبر أحداً إلى أين ذهب. كان ويلشين يخفي الكثير من الأسرار، لذا قرر والدي البدء بمراقبة والدك. كان يخبئ كنزاً وعد أبي بمشاركته، لكن لم يكن هذا أسوأ ما فعله. كان ويلشين يعمل لحساب العدو. أبي لم يعمل لحساب بلاك. ليس بلاك، بل أسوأ منه، الشادو كلان. عندما واجهه أبي بشأن هذا، أنكر ويل كل شيء باستثناء الجزء المتعلق بالكنز. لذا غضب أبي وتحدى والدك في مواجهة معركة بين اثنين. وكلنا نعرف ما يحدث عند تحدي ويلشين في معركة بين اثنين. لهذا السبب ستعطيني نصيبه. دانا، لا أصدق أن أبي فعل هذا، لكن لا يمكنني دوماً أن أفهم أو أشرح أفعاله. فعلاً هذا مؤثر جداً، ولكن ينبغي أن نتذكر أن منسوب الحمم سيرتفع عما قريب، لذا علينا أن نغادر. لا أهتم لأمر الذهب. إن كان هذا ما تريدينه، سأعطيك نصيبك لو أعطيتنا السلاك كي نغادر هذا المكان. أجل، إذن فلنغادر هذا المكان. لا، سنفتحه هنا والآن. لا يوجد وقت، لذا لنبدأ. حسناً. ليست إلا كومة من الخردة. ما هذا؟ هل تحاول خداعي؟ بلا فائدة، خردة قمامة. أخبرتك لا توجد ثروة، رغم أنني تمنيت وجودها. ربما بوسعي صهر هذا والحصول على الشيء. انزعيها عنها. دانا، أنت بخير؟ ماذا حدث؟ الشادو كلان قادمون. الشادو كلان. لقد أتوا بسرعة. لا يهم، لنجعلهم يغادرون.
منسوب الحمم بالارتفاع. كورد، أخرجوها من هنا. هيا إلي. أنا قادم. أشعل الوضع بيربي. جميل، كانت هذه حركة رائعة. أحسنت في تطوير أدائك. لن نسير ببطء هذه المرة. ماذا؟ مرحبا، أهلا بعودتك. لا يمكن إيقافهم. إذن أتتذكرون عندما قلت إن علينا عبور الجسر؟ سوف نموت. هل تتوقعون مني أن أقفز فوق هذا؟ ما لم تفضل الخيار الثاني. رقم واحد، قررت القيادة عدم العودة إلى هذا المكان مطلقاً. إيلاي، ابق معنا. اخرجوا من هنا وسألحق بكم. تريد أن أضع هذا؟ ألم ترى ما حدث لدانا؟ أرجوك لا تفجر دماغي. إنه ملك لنا. هل كنت تتحدث إلي؟ من أنت؟ وكيف تتحمل قوة متحدث الظلال؟ متحدث الظلال؟ الحلقة التي ترتديها تسمح بالتواصل بين مرتديها والشادو كلان، لكن لا يمكن للجميع تحمل هذه القوة التي تدمر الدماغ. لذا سنسألك مجددا، من أنت؟ أنا إيلاي شين. ويل شين هو والدي. ويل شين، لقد قال ويل شين. لم يتمكن والدك من تحمل قوتها،
ويبدو أنك لست جاهزاً لارتدائها الآن، ولكن سنسمح لك بالاحتفاظ بها حتى يحين الوقت. الآن هزلها قبل أن تفجر دماغك. انتظروا، من أنتم؟ ماذا تريدون؟ الشيء ذاته الذي يريده شين، ووالدك أحدهم، لذا سنلتقي مجددا. انتظروا، ما الذي أراده أبي؟ إيلاي. هاي، كيف تمكنت من الهرب من عصابة الظلال؟ لا زلت أحاول معرفة ما حدث. فجأة غادروا. اسمع، سيكون الأمر أسهل لو اكتشفناه معا. ها؟ حسنا، كبداية لقد سمح لي هذا الشيء بالتحدث إليهم. مستحيل. ماذا؟ وضعته مثل ما فعلت دانا ومهلا. أين دانا؟ لا أعرف، استدرت كي أتفقد وضعها ولم أجدها. أشعر بأننا سنراها من جديد. خبأ والدي كل هذه الأشياء لسبب ما، كان هذا كنزه، ولا أعتقد أن دانا بور قد توقفت عن البحث عن الشيء الذي تعتقد أنه يخصه.